الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أكد أن المنظمة تعول على الجزائر لمواصلة دعمها للحوار البناء وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء انطلاقاً من دورها التاريخي الذي لعبته خلال مختلف الأزمات والتحديات التي شهدت أسواق النفط. أهمية الجزائر كدولة عضو فعالة جدا في هذه المنظمة على مدى السنوات والتاريخ، ويعني التاريخ موجود ومشهود لدور الجزائر العظيم في قيادة دفة أوبك وتسيير أعمال المنظمة. لنرجع للتاريخ قليلا، يعني إلى عام 1975 عقدت أول قمة للرؤساء والقادة للدول الأعضاء في الجزائر العاصمة. الجزائر يعني دائما كان لها دور كبير وبناء في دعم الحوار داخل المنظمة، تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في جميع الأزمات والتحديات التي مرت على تاريخ صناعة